السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقه توصيل سماعات او جهاز بلوتوث بالكمبيوتر او لابتوب. اوكي، نروح لطريقه توصيل سماعه بلوتوث باللابتوب او كمبيوتر. اول شيء يا شباب، كل معلق لازم يكون اللابتوب او الكمبيوتر فيها قطعة بلوتوث. بعض اللابتوبات يجيك داخله قطعة البلوتوث، ولكن إذا ما عندك قطعة البلوتوث تقدر تشتري قطعة بلوتوث من أي محل وتتبع الخطوات حتى توصل جهاز سماعة بلوتوث بالكمبيوتر. بعد ما توصل قطعة البلوتوث أو اللابتوب اللي فيها بلوتوث في الأساس، كيف توصل السماعة البلوتوث؟ جدا سهل، تروح من الويندوز اضغط على اول شيء تتأكد ان البلوتوث شغال. راح تظهر هنا ايقونة بلوتوث. اوكي، ايقونة بلوتوث مش موجود، يعني البرنامج مش شغال، مش مفعل. كيف تفعله؟ تضغط على من سطح المكتب، اضغط على الزر ستارت اي اضغط عليه، مباشره راح يفتح لك هذا الاعدادات. الحين اختار هني الديفايس، هذا الاجهزه، اضغط عليها. هني بتحصل البلوتوث، شوفوا لاحظوا بلوتوث، اضغط على اون. بعد ما تضغط على اون خلاص، الحين لو تشوف هني تحت الناس ما تشوفون ايقونه البلوتوث ظهرت. شوفوا وين هذا البلوتوث، يعني البلوتوث الحين شغال. اوكي، الحين في طريقتين لاضافه الحين كيف تضيف السماعه، كيف توصل السماعه. الحين تفتح البلوتوث مثل ما شفنا، هذا هو البلوتوث، تضغط على دبل كليك، تضغط عليه ضغطه. اوكي، هني بتحصل ايدد بلوتوث، يعني اضافه اجهزه، اضغط عليها مباشره راح يفتح لك نفس الصفحه اللي دخلنا الحين. اوكي، هني يضغط على علامات الزايد، شوفوا هني في اوديو، الجهاز مش موصل، مش يعني ما في جهاز سماع بلوتوث موصل. اوكي تضغط على ايديت. اوكي، الحين اضغط على بلوتوث اول خيار. الحين راح يبحث عن الاجهزه اللي حواليك، راح يبحث عن الجهاز البلوتوث حواليك. لازم اول شيء تتاكد ان هذا البلوتوث مش موصل على اي جهاز. اذا كان موصل في هاتف اغلق البلوتوث حتى ما يعطيك، ما يتشتت البلوتوث وما يقدر يلاقي هذا السماعه. البلوتوث يقدر يلاقي السماعه، بس تفتح الجهاز، تفتح الباب. اوكي، شوفوا الحين ما يحصل لاني انا في الهاتف موصل بالهذا الهاتف. لازم اغلق البلوتوث حتى يقدر الكمبيوتر يقدر يلاقي. اوكي، بعد ما اغلقت البلوتوث خلاص، الحين لو تشوف الناس يشوفون مباشره راح حصل الجهاز، هذا هو الجهاز اللي موجود لي. اوكي، اضغط عليها حتى يتصل مباشره، حتى يقترن. الناس يشوفون اول ما يتصل خلاص، اضغط عليه. الناس يشوفون كونتاكت، خلاص تم الاتصال، اضغط عليه ضغطة ثانية حتى يعطيك هني. الناس تشوفون تم الاتصال، شوفوا لاحظوا خلاص الحين تم الاتصال، هذا هو. اوكي، الناس تشوفون. اوكي، اضغط عليها واضغط على كونتينيو. بعد ما تضغط على كونتينيو خلاص، الناس تشوفون هني مكتوب ديسكونكت حتى تلغي الاتصال. خلاص الحين اذا كتبت لك ديسكونكت يعني تم الاتصال، تم توصيل السماعه بالكمبيوتر. اوكي، الحين لو تشيل السماعه بهذا الطريقه، اوكي مثل ما تشوفون الحين، لو تشغل اي اغنيه، راح نشغل اي اغنيه. اوكي، مثلا نشغل هني اي اغنيه، لاحظوا السماعة شغال، تسمعون ولا لا؟ ما اعرف اذا انا احط السماعات في جنب الميكروفون حتى تتاكدون انه شغال. لاحظوا بس، هذا هو طريقة توصيل
سماعه بلوتوث. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. حتى تلغي طبعا حتى تلغي سماعات تضغط على ناس يشوفون تضغط على ستارت اي، وهني بتحصل الجهاز اضغط عليه، اضغط على الديسكونت والله راح يلغي، او تضغط تقدر تحذف فتضغط على ريموف راح ينحذف البلوتوث او السماعه. وبس هذا هو المقطع. اذا عجبك المقطع اشترك في القناه وفعل زر الجرس. بس مع السلامه.